موضوع ودنا نتكلم عن حلقات اللي هو توزيع الورث بعد وفاة صاحبه. كثير من العائلات تؤخر هالأمر والناس في حاجة والحريم بالذات متضررات تضرر كثير، وكثير من الحريم يقولون والله نورث أبونا موجود يا أبو عبد العزيز ونشوف حلالنا وحنا في حاجة، وإذا جينا نتكلم معهم قالوا أنت عاقة ولا أنت ما تبين هذا وتفرقين بين. ما يصير يا أخوان الكلام هذا. هذا ثاني يوم أو ثالث يوم من وفاة الأب هو أول شيء يعمل به. كثير من العائلات الآن أخر الورث ودخلوا فيهم ناس بعيد ما قدروا يوزعونه. فترى الموضوع هذا متساهلين فيه كثير من الرجاجيل، يقول هذا ورث أبونا حنا نشتغل فيه وإن شاء الله نوزع عليكم ومن أجارات ولا شوف الأمر. يأخذ البنات عاطفي بعد وفاة أبوهم ولا اللي هم بيرثونه، ثم يتفحل الرجاجيل اشتغلوا في الفلوس وخذوها ومنعوا خواتهم ولا منعوا الحريم ولا منعوا الضعفاء. ما يصير يا أخي والله أنهم يأثمون. أنا أعرف لك رجال ثاني يوم توفي أبوه راح أغير فواتير الكهرب والماء باسمه. قال ليش؟ قال خاف تيجي الفاتورة ننسى ما نسددها تعتبر دين على أبونا ما يحاسب. ما يصير الكلام هذا. أنا أسمع عائلات كثيرة في حاجة ماسة وحريم ما تقدر تتكلم، أخوها الكبير وأخوانها لو قالت شيء عن الورث قالوا أنت تبين الشر وتبين المشاكل تبين ننفصل. ما يصير الكلام هذا. أنت وزع الورث وإذا بقى أفتح شركة واللي بتدخل معكم الخواتها لو سهلة ما تبي تدخل تأخذ رحمة وتمشي. والقصة اللي أنا بوردها هذا إلى ناس من أهل المدينة، قرية صغيرة في المدينة المنورة، رجال توفي وعندها أربع بنات ولدين، كم الأخوان ثنتين من البنات متزوجات وبعيدة عن القرية والبنتين الثانيات موجودات في نفس القرية. الأخوان هذا باعوا البيت وباعوا الغنم وباعوا الحلال، صار نصيب البنت 9000 ريال والرجال 18000. هم خذوا على 18 ووزعوا على البنتين 9000 9000، باقي الثنتين اللي في المدينة قالوا لخواتهم لا تعلمونهم، هذه في ديرة وبخير ومع أزواجهم. البنتين الثانيات اللي موجودات في الديرة خافوا أخوانهم وصلفين وبادية. هذه لا، واحدة من الحريم من البنات اللي جاءت المبلغ هذا راح اشترت فيه غنم وتوالدت وتباركت الغنم. يوم جت اختها من الديره عندها خابره اختها ما من خير يعني، قالت يا اختي من وين هالدراهم ما شاء الله تبارك الغنم وهذه؟ قالت والله بورث ابوي شريت الغنم وتوالدت، شوفيها ماليتها هالشعير. قالت انت وزعت ورث ابوي؟ قالت اذر ذي ناسيه انها تكلم اختها ولا سمعت كلامهم. راحت البيت عند عيالها في الديرة وضاق صدرها ومرضت. ما مرضت من الفلوس، مرضت ليش يحرمونها وليش يمنعونها؟ لو ريال واحد لأختك ولا لأخوك عطه ولا شاوره. أنت تدري حتى الملابس ولا الأجهزة ولا شيء لمس الوالد لازم تعلمهم كل أبوهم وش اللي بقى الوالد، خاتم سبحة قلم عصا. في بعض الناس يبونها الأشياء هذه، مو بتروح أنت تجيب حراج بن قاسم وتدخلها ولا يدرون عنها ترى خلصنا ووزعنا على الصدقات. ما يجوز الأمور هذه، تراها لها ما وراءها. يقولها أختها درت عنها، دقت قالوا ترى أمنا من يوم جت منس وهي مريضة. أفا ليش؟ قالوا والله ما ندري، اركبي مع ولدها وروحي لها في الديرة في المدينة. عسى ما شر يا أم سعد وش فيت؟ قالت والله أنا انقهرت على أخواني، هالحين ورث أبوي توزع ولا يعلموني حتى وتسمحون فيني وش أنا صاحب خير وهذا، لكن ما يصير كلام هذا. قامت الأخت هذه قالت لا بشرت إن الأمور ترى فيها خير بس أنا نسيت، ارجعي انت يا الاخت هذه وروحي بيعي غنمها وتجيب الغنم مدري 15 و16 ألف وتاخذ منها 9000 مدري هي 8000 و9000 وتنقز لها. قالت تراهم معطيني الفلوس ونسيت اعطيت سياها. الله 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 الله. قالت ابا ترى الفلوس معي انا نسيت، انا حسب اني اعطيت سياها ويوم ذكرتيني الحين الله يجزاك خير، من ذاني يوم هم معطيني الدراهم. قالت انا ما بيها، انا بس فرحت اني انا محسوبة حسابي عنده. قالت والله تاخذينها. خذت هذيك وهذه رجعت وراحت علمت اخوانها، سالتكم اختي فلانه عن الورث قلت ترى وصلت الورث، تراني اعطيتها من قسمي ولا بيها تزعل عليكم ولا تزعلون. هذه من الحريم الصالحات اللي يصلى على طرف عباتها. هذه يا اخوان انا القى قصص كثيره عن موضوع الورث، ترى موضوع الورث يجب ان يوزع من الابن الكبير او الانسان اللي في العائله على طول من يوم يتوفى الابو، شوف اللي له واللي عليه وسدد الديون وابدوا في توزيع الورث. ليش تاخذ حق حقوق خواتك واخوانك؟ اسال الله العلي العظيم ينفع بهالقصص. الله يطول عمرك. جزاه الله خير ابو عبد العزيز.